بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من نغم الروح. يمكن حلقة النهاردة هيكون معانا فيها القائمين على دار ترجمان القرآن وأيضا طلاب من دار ترجمان القرآن، ودي مش أول حلقة يكون معانا فيها القائمين على الدار وبرضه طلاب من دار ترجمان القرآن. يمكن لو يكون في نموذج طيب زي نموذج دار ترجمان القرآن واللي بيخرج فعلا مواهب جيدة جدا ومستوى عالي جدا ومن التميز والرقي، يعني ما ينفعش نديهم قدر اقل من كده من الاهتمام، لازم يكونوا معانا مره واثنين وثلاثه ويمكن اكتر من كده كمان. اسمحوا لنا في البدايه نرحب بالقائم على دار ترجمان القران الاستاذ محمد فرحات. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. يمكن انا كنت متخيل في البدايه ان حضرتك لوحدك انت القائم على اعمال الدار، لكن ما شاء الله معك برضو الدكتور احمد مصطفى من علماء الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك الله يكرمك. اهلا استاذ محمد. يعني قول لي بقى في البدايه بقى، في تبادل في الادوار بالنسبه لي التحفيظ او تربيه الاولاد في الدار بينك وبين الدكتور احمد مصطفى؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه طبعا احنا نرصد كده من باب وذكر سعد ونورهان وفاطمه وملك وزينب وايمان وكل الناس اللي هم جم هنا بفضل الله. طبعا احنا قلنا ان العمل ده دعويه، وقلنا ان ده لا نبتغي فيه اي شيء الا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. اضطرينا ان احنا بدأنا نعمل مفاجاه بقى للمشاهدين، بدأنا نجيب اللي هم الناس الحقيقيين بفضل الله. قلنا ازاي الموضوع ده بيتم؟ هل الموضوع ده فكر شاب بس؟ ده الموضوع ده لا، احنا بدأنا ان احنا نعمل ايه؟ هو واضح ان في مؤسسه او في منظومه متكامله عشان تطلع المستوى الجميل ده بفضل الله. فطبعا الدكتور احمد صديق واخ اكبر، فبدأت ان انا اتشاور معاه في بعض الامور اللي زي كده بفضل الله، في كافية الرقي في مكانه وفي مكان بفضل الله. فبدأنا ان احنا نعمل، هو طبعا بحكم شغله الدعوي في المكان اللي هو فيه وفي الاطار وفي البيئة اللي هو بيحط بيها بفضل الله، قدر ان هو يفضي وقت لاولاد، وقدر ان هو يفضي وقت للفكرة نفسها. فبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في المشاركة، بدأ في عرض الافكار. لما عرض الافكار بدأنا نطلع بنتائج طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. النتائج ما كانتش مثلا لسن كبير ولا حاجة، بالعكس نتائج تفاوتت ما بين اعمار مختلفة، منهم الصغير منهم الكبير، البنت الكبيرة البنت الصغيرة. بدأنا ان احنا نراعي المواهب سواء انشاد او ابتهال او قراءة قرآن بفضل الله. اكيد طبعا، وده يبان في النهاية لما ان نموذج طيب، نماذج طيبة جدا بتتخرج من الدار. احنا مش كده كمان، احنا بدأنا ان احنا لما ربنا سبحانه وتعالى ليه عندنا همة في موضوع الشهر دوت، طلع لنا مثلا البنت اللي هي فاطمة اللي هي في 4 شهور ختمت القرآن الكريم، اللي في 8 شهور بدأوا ان هم يفكروا في الأعلى من كده، ازاي ان هم يبقوا متفوقين في الدراسة بتاعتهم، يطلعوا من الأوائل. عرفوا ان القرآن الكريم بيحث على ان انا لازم اكون في افضل مرتبة بفضل الله. فربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالنماذج ديت، وليس في تاني. اذا في منهج انتم ماشيين عليه. طيب خلينا بقى نروح للدكتور احمد. يمكن انا في البدايه عايز اسالك سؤال، يعني بما انك من علماء الاوقاف، ازاي بتدي اهتمام ايضا لدار زي دار ترجمان القران كده وانت عندك عملك الرسمي اللي انت اكيد مشغول بيه؟ طبعا اولا طبعا كل عام وانتم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف، ومصر الحبيبه والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير، وخاصة ان احنا يعني بعد ايام قليلة احنا بنحتفل الان بمولد الرسول، وبعد ايام قليلة بنحتفل بميلاد سيد المسيح. فكل عام ومصر الحبيبة بخير، وربنا يديم عليها الاستقرار والامن والامان. حقيقة الامر يعني ان احنا نبدأ بالاولاد الصغار، ان احنا نهتم بيهم، خاصة في ظل السوشيال ميديا والتليفونات الذكية اللي بتاخد معظم أو وقت الأطفال، والأفلام الكرتون والحاجات اللي هي ممكن قد تكون بتنمي العنف، إن احنا نبتدي إيه نفكر إزاي إن احنا نخلي الطفل يعني ناخد من وقته جزء للقرآن الكريم، وما بيبقاش حفظ بس، ما بيبقى حافظ القرآن مثلا ومش ما عندوش سلوك طيب. هو منهج تربوي يعني، يعني مش مقتصر على الحفظ بس، انت بتعمل له منهج متكامل، منهج متكامل عشان ولد مسلم متربي على المنهج الاسلامي طبعا. صحيح، ان احنا بنجيب له احاديث نبويه اللي فيها الاداب، ازاي يتعامل مع المدرس، ازاي يتعامل مع والديه في البيت، كمان شخصيته كمسلم. ومن خلال حفظ القران بيتعلم الايجابيه، عن طريق مثلا قصه ذي القرنين اللي كان ايجابي في قومه، ويتعلم ازاي يبير والديه عن طريق الايات اللي بتوصي ببر الوالدين، وبنوضح له المعنى ده كويس. ازاي يتعامل مع المدرس، ان ده المعلم وده مكان الرسول، فبيبقى نموذج طيب في مدرسته، ناجح ومقدم نجاحات كويسه جدا. ازاي الطفل بيطلع مثلا قبل ما يروح المدرسه بيعرف يقرا من اي مكان في المصحف، وده طبعا بياخد جهد من اولياء الامور في البيوت، الامهات والاباء
اللي بيفضوا وقتهم رغم تعبهم ورغم الظروف اللي وراهم لاولادهم مثلا. وطبعا الشيخ محمد ربنا يبارك فيه مقدم نموذج طيب جدا، يعني خطف الاضواء كده وفكر حديث، يعني حاجه حديثه مش زي الكتاتيب النمطيه او الدور النمطيه اللي هو هي كانت المشكله زمان في الكتاب، ان الكتاب كان لا يمتلك منهج تربوي للطفل، يعني كان الطفل بيروح لمجرد ان هو يحفظ القران. ولكن برضو الحق يقال ان كان زمان في الكتاب لما كنا كلنا اولاد القريه كلهم بيروحوا الكتاب، كان الكتاب له منهج محترم جدا حتى في تعليم اللغه العربيه. يعني كنا بناخد فتره طويله جدا بنتعلم الحروف، بعد كده ناخد مثلا اسماء الله الحسنى او ناخد التشكيل. يعني كان في منهج لتعليم الولد اللغه العربيه في البدايه، حتى تلاقي الاطفال اللي اتعلموا في الكتاب زمان تلاقي لسانهم قويم في القران او في اي كلام، يعني حتى لما يتكلم اللغه العربيه تلاقوا لسانه قويم جدا في اللغه العربيه. فده كان مستر الكتاب، لكنه زي ما قلت لحضرتك كان يفتقد بشكل كبير للمنهج التربوي. حضرتك احنا في العصر الحديث كل عصر وليه متطلباته. زمان يعني كنت تلاقي التلفزيون القناه الاولى ثانيه ثالثه ويفتح الساعه 10 صباحا ويقفل الساعه 10 بالليل. النهارده الاطفال عندهم النت والدش والفيسبوك والتويتر والامور دي كلها بتاخد انتباهه، فلازم انت ككتاب او كدار تحفيظ قران تعمل انك تواكب العصر اللي انت فيه، تبقاش انت في مكان والعصر اللي حواليك في مكان تاني. طيب يعني خلونا برضو ايه، يعني في ظل الحوار الجميل ده ناخد كده من النماذج الطيبه اللي معانا، ناخد نوران محمود. امسك المايك يا نوران. نوران ازيك؟ بس انت كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين. طيب هتسمعيني النهارده بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إنا في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله. يمكن لو في أطفال في السن ده فيقول لك الطفل لسه صغير سيبه لما يكبر شوية وبعد كده هنحفظه. أكيد دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها المرة اللي فاتت، احنا قلنا إن الطفل الصغير دوت ما نجيش نعمل زي الفكر القديم اللي هو إيه، الطفل مش مطلوب منه إن هو يتعلم أي حاجة دلوقتي. احنا قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فات قلنا إن ممكن الطفل يتعلم سماعي، وياما ناس كتيرة ختمت القرآن الكريم سماعي ويا لا تجيد القراءة والكتابة بفضل الله. فنموذج طيب صغير زي دوت لما يجي يقرأ القرآن بالطريقة دي هو في صغر سنه مثلا، ويجي فضائية تحتضنه أو برنامج يحتضنه ويبدأ يظهره للناس عشان يأثر في الناس ويأثر في المجتمع والناس كلها تقتدي بيه ويبقى نموذج يحتذى بيه، حاجة زي كده بفضل الله بتعمل روح وبتخلق فرح في المجتمع بفضل الله، والناس كلها تتأثر بيها. ما شاء الله سن صغير فعلا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، فدي خير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نظهره للناس عشان الناس كلها تتأثر بحاجة زي كده بفضل الله. أكيد طبعا. ودي دعوة للأطفال كلهم. طيب خلونا بقى نروح لبسملة عمر. أنت كم سنة يا بسملة؟ 7 سنين. 7 سنين. طيب هتسمعينا إيه النهاردة بقى؟ القصيدة. قصيدة؟ ماشي سمعينا قصيدة. الحق تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وكلها أو صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى متياه بغد أحمد غلة قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب ستة
ابنتي ربي ارحمنا بشفاعته ربي ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله نماذج طيبة ونماذج جميلة، والواحد بيكون سعيد جدا لما يشوف النماذج الصغيرة ديت موجودة في المجتمع. الدكتور أحمد ما كانش بيسيبنا خالص بفضل الله، الدكتور أحمد كان في وسط انشغالاته دي كان معانا بفضل الله، بس عاوز أقول للناس كان برضو من ضمن التوجيهات بتاعته إنه مثلا الأطفال زي دي هتعرف تحفظ كلام إنشاد وفي مثلا كلام صعب زي كده وبتاع، فهنا لما جينا درسنا واطلعنا على الحاجات لان القران الكريم اساسا حتى لو طفل صغير قدر ان هو يحفظ مثلا زي الرحمن فيها كم فباي آلاء ربكما تكذبون، المرسلات فيها ايات متشابهه، الشعراء 200 وحاجه فيها ايات متشابهات صغيره جدا، ولكن ببركه القران الكريم الدماغ تتفتح تستقبل اي حاجه بفضل الله. كذلك طيب لو جت بمناسبه بقى بركه القران الكريم حابب الدكتور احمد مصطفى يعني يقول لنا كلمتين كده عن فضل القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الكريم ليه فضل عظيم جدا سواء في الدنيا أو في الآخرة، وسواء للي بيحفظ أو للي بيحفظ أو للولي الأمر في البيت اللي هو بيحفظ. يعني مثلا تخيل أم اجتهدت مع بنتها أو ابنها وحفظته سورة الفاتحة، مفيش صلاة إلا بسورة الفاتحة، فكل ما الولد ده بيصلي كل ما أجر وثواب بتاخده أمه أو الشيخ اللي هو حفظه. تاني حاجة أن القرآن في الدنيا بينمي قدرات الطفل، بيضبط سلوكه، بيعلقه بربنا، بيربطه بحضارة تاريخه الإسلامي عن طريق القصص القرآني، ويشوف القدوة في خلال برضو القصص القرآني. فوائد كتير في الدنيا، لما تيجي في الآخرة يعني بعد إنسان ما يقابل رب كريم بتلقى أن حامل القرآن ده بيشفع في عدد كبير من أهله، بياخدهم معاه الجنة، أول حد أمه وبعدين أبوه واللي حفظه والناس اللي حواليه، كمان بيجي الناس كلها يوم القيامة بشكل وحامل القرآن بشكل تاني بالزبط. على رأسه تاج من نور. كمان إن ربنا جعل عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. زي يقال لحامل القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها أو سمعتها في القرآن الكريم. والنبي يقول بالنسبة لنا في الدنيا، وأنا بشكر القناة حقيقة إن هي بتطلع النماذج دي، لأن طبعا بتعمل تنافس بين الناس وتقدم للعالم العربي والإسلامي إن إحنا عندنا أطفال نبغى وكويسين، إن النبي قال أشرف أمتي حاملة القرآن، يعني هم دول الأشراف. والقناة فعلا بتقوم بدور جميل جدا إن هي بتوضح الناس، بس الإعلام بيسلط على كتير من الفنانين، كتير من لاعبين الكرة، الكلام ده كله هذا شيء طيب، ولكن برضه نطلع النماذج الثانيه، النماذج العلميه لازم ياخدوا حقهم من الظهور والوصول للجمهور عشان ياثروا في المجتمع زي ما النماذج الثانيه بتاثر في المجتمع. صحيح. ولما يكون عندك مواهب ايجابيه زي كده طبعا، يعني حافظين القران الكريم، حافظين انشاد، مواهب جميله زي كده لازم تاخد حقها عشان تاثر في المجتمع بشكل ايجابي مش بشكل سلبي زي بيحصل من بعض البرامج. يعني اكيد صح، لان طبعا النهارده الاولاد اتعلموا البرامج الثانيه العنف، يعني دائرة الجريمه انتشرت في المجتمع بشكل مخيف، والقتل والاحداث اللي لسه بتاع محمود والاحداث اللي ظاهره دي بالزبط. نتيجه العنف اللي الولد شافه، السلاح الظاهر في الاعلام بشكل مخيف، الحركات اللي هي فيها عنف. كمان بيصور الاعلام مثلا، بعض وسائل الاعلام مثلا بتصور للناس ايه، ان ده هو النموذج السائد. لما نطلع بقى نموذج قرانيه او نماذج دينيه او نماذج متعلمه كويسه زي كده، الناس بتقدر تتاسى بيها برضه. يعني النهارده مثلا الناس لما شافت على هذه القناه اطفال زي دي، كل واحد هيبتدي الغيره في قلبه ان عايز يخلي ابنه بالشكل دوت، وعايز يخليه ناجح، وكمان بيشوف سلوكه. هو مش مساله غيره، هي مساله تنافس يعني. ايوه لا، ممكن زي ما قال الشيخ محمد الحلقه اللي فاتت، الغيره المحموده، تنافس المتنافسون، الغيره المحموده يعني بالزبط. الغيره المحموده اللي هي في ذلك فليتنافس المتنافسون بالظبط. نعم. طيب الشيخ محمد، يمكن احنا بس بنختم فقرتنا بقى واحنا داخلين كده على مناسبه المولد النبوي الشريف، فلو نسمع منك ابتهال كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، عن رسول الانام بفضل. ماشي. طيب. رسول الأنام عليك السلام، ولدت يزيل
صدوقا أمينا وتاج الكرام وحاربت فوضى أشعة النظام فنعم النبي ونعم الإمام اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. القارئ والمبتهل والمحفظ والمربي الشيخ محمد فرحات بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر الدكتور احمد مصطفى شكرا جزيلا، وبشكر مواهب الجميع اللي كانت معانا النهارده، وبشكر نوران محمود شكرا يا نوران شكرا ربنا يوفقك ان شاء الله، وبشكر بسمله عمر شكرا جزيلا ربنا يوفقك ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره الثانيه من نغم الروح، فقرتنا الثانيه من محافظه الغربيه، معانا القارئ عبد العزيز حسب الله. اهلا بك يا مولانا. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. صح وسلام. يمكن احنا في ايام مباركه كده وداخلين على المولد النبوي الشريف. اكيد طبعا. ويمكن بالمناسبه الجميله ديت لازم يكون معانا القراء طبعا على اعلى مستوى زي الشيخ عبد العزيز كده. جزاكم الله خيرا. لو حبيت يا شيخ عبد العزيز نستهل الفقره ديت بايات من الذكر الحكيم. حياتهم تنبأ ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة
صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن قبل الأذان لفت انتباهي جدا ان ما شاء الله حضرتك صوتك هادي جدا. يعني لما نشوف بعض القراء بيبذل مجهود رهيب وبتلاقيه بيتصبب عرقا وهو بيقرأ. ما فيش قراءة هادية كده او قراءة سلسة زي ما حضرتك بتقرأ. والله قراءة القرآن لا تحتاج الى تكلف. ان لم يكن قارئ القرآن على ثقة بنفسه أولا وبكلام الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، يعني أنصحه أن يراجع نفسه ويراجع شيخه أستاذه حتى يمكنه من هذه الأشياء. لابد أن كل قارئ يكون على ثقة في الله سبحانه وتعالى أولا بالتوفيق، وثانيا أن يجتهد قدر الإمكان في القرآن الكريم، لأن القرآن لا سقف لعلومه ولا سقف لتلاواته ولا سقف لقراءاته. فعلى كل قارئ أن يجتهد في القرآن قدر ما يستطيع. هو البعض يا مولانا بيظن أن هو الاجتهاد أن هو يجيب مثلا مقام الجواب الجواب قرآن وجواب والجواب الجواب. نعم. فيجيب جواب الجواب فيظن أن هو كده، يعني يلاقي الناس بتهلل من حواليه فيظن أن هو كده بلغ مقام عالي جدا. لا طبعا، بلغ ما بلغ من قراء هذا العصر إلا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى، أنه يتعامل بالنغم ويتعامل بالصوت ولا يتعامل بالأحكام. وهذا لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ورتلناه ترتيلا، وأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم قال ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل معناه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني أن يقف، أن يعلم القارئ متى يقف
وكيف يقرأ، لأنها أمانة، قراءة القرآن أمانة على كل قارئ أن يتقي الله في هذه الأمانة ويبلغها. ويسمى علم الوقف والابتداء. نعم، علم الوقف والابتداء يكون عارف هيبدأ فين. نعم، علم الوقف يعني باب مهم جدا للقارئ قبل أن يتعلم المقامات والنغم وغير ذلك. بالضبط. سيدنا الشيخ حصان رحمه الله أستاذ الوقف والابتداء، ما سمعناه يقرن ويأتي بجواب وبعده جواب الجواب ويرضي الناس على حساب كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أنت مع القراءة بعدم تكلف؟ أكيد يعني طبعاً، حتى زي ما ربنا قال ورتلناه ترتيلة، يستطيع الدنيا المستمع أن يسمعها بشياكة وبلباقة وبقدر القرآن حقه. نعم بالضبط. ضيف لذلك أن لازم يكون القارئ فاهم تفسير عشان يقدر يوصل للقرآن بالمعنى المطلوب، يقدر المستمع يتعايش مع القارئ، ما يكونش القارئ في مكان والمستمع في مكان تاني. والله دي بترجع لشيخ القارئ نفسه. يعني كل شيخ له شيخ وله أستاذ، فقبل أن يعلمه القراءة يعلمه مثلا القصص القرآني والمقاطع التي تفيد المستمع أكثر من غيرها، والذي لها دلالة والذي لها معنى، وعلى القارئ أن يجيد معرفة الألفاظ ومعرفة المعاني حتى يستطيع أن يوصل المعنى إلى المستمع. فمنهم من يقرأ فيشرح، ومنهم من يقرأ فيمتع، ومنهم من يقرأ فيعلم غيره قدر القرآن. طيب خلينا بقى بمناسبة التعلم، من أكتر حد من القراء أنت حبيت تسمع له في البداية وبعد كده بدأت تتعلم منه؟ والله طبعا أساتذتنا ومشايخنا، مشايخ العصر الأول في القرآن الكريم، سيدنا فضيلة الشيخ رفعت وسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من المدارس والأعلام. أما في هذا العصر فيعني فضيلة الشيخ العلم محمود الطبلاوي أكرمه الله بالصحة والعافية، نقيب القراء طبعا، ونقيب القراء والرأس الأولى للقرآن في مصر وفي يعني العالم. دائما بحس أنه هو يمتد أصلا لقراء الرأي الأول، هو امتداد. يعني أنا يعني لا أميل، أنا أثق وأوقع على ذلك أنه من قراء الرأي الأول. يعني أمد الله لنا في صحته وعمره حتى يمتعنا بما لم ندركه من قراء. أما قراء العصر فطبعا كلهم على رأسي وأصحاب مقامات عالية، ولكن أفضل يعني أحدهم على غيره. من تفضل؟ يعني عندنا المدرسة الأولى طبعا فضيلة الشيخ محمود الطبلاوي، فضيلة الشيخ محمود الخشت بارك الله في عمره، وفضيلة الشيخ حجاج الهنداوي فاكهة القراء وطبيب القلوب كما لقبوه، والذي أميل إليه واستمع إليه كثيرا وأحبه كأخي الكبير فضيلة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. من أنا من عشاق ومن أكيد طبعاً يعني عملاق له متابعين كتير جداً، وفعلاً صوته جميل جداً. أكيد طبعاً، ويعني عنده تمكن في الأداء غير عادي. وأهم ما يميزه يعني أو أقول من أهم مميزاته الالتزام بالأحكام بالزبط. أثناء القراءة. بالضبط. طيب خلينا بقى نختم الفقرة الجميلة ديت بتلوى كده، زي ما افتتحنا الفقرة بتلوى جميلة نختمها بتلوى أجمل إن شاء الله. إن شاء الله. تمتعنا بإيه إن شاء الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون صدق الله العظيم. قارئ عبد العزيز حسب الله، أنا بشكرك شكرا جزيلا بحق وليست مجاملة، من أجمل 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 الأصوات، يعني فاخر محافظة الغربية ومن أجمل القراء اللي الناس سمعتهم محافظة الغربية ويمكن في برنامج نغم الروح عموما. بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله لك مستقبل مشرق إن شاء الله في عالم القرآن الكريم. شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية وفقرتنا الاخيره من نغم الروح ومسك الختام دائما مع اهل القران. يمكن في بيكون في مواهب، يعني ممكن يكون الموهبه مثلا هو حد ازهري او حد بيدرس في كليه من كليات الازهر الشريف، فيعني هو حافظ القران وتربع على القران الكريم وده اذا بيقول كده بالبلدي ده مجاله تقريبا يعني، لكن بخلاف ذلك بنلاقي في مواهب، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون ضابط شرطة، ممكن يكون ضابط جيش، ممكن يكون بيعمل أي عمل بعيد شوية عن تخصصه في القرآن الكريم، لكن عنده صوت كويس، عنده موهبة بجد، فبيميل للقرآن الكريم وبدأ ينمي موهبته لحد ما يوصل للجمهور. من المواهب الجميلة ديت معانا النهاردة القارئ أحمد جمال عبد الناصر، يعني أقول القارئ بقى ولا أقول المهندس؟ اهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. لا والله الالقاب ما بتفرقش معايا، يعني قارئ ماشي، مهندس ماشي. طيب قول لي بقى البدايه كانت معاك ازاي؟
والله البداية كانت منذ الصغر، يعني تربينا أنا وأخي الدكتور محمد يعني على حفظ القرآن، وكان البيت يعني موفر لنا حفظ القرآن، وذهبنا للمشايخ. كنت أزهري. وبدأنا في حفظ القرآن الكريم أنا وأخي، حتى يعني ربنا من علينا، فبس كان أخوي يعني متميز عني بحفظ القرآن شوية. طيب ما قلتلوش يجي معانا النهارده ليه بقى؟ كان يشرفنا. هو مش قارئ، هو دكتور صيدلي، ولكن يعني هو عنده موهبه الخطابه يعني، ومن اهل الحديث يعني. جميل. يعني الاسره كان لها دور فعال معاك في البدايه. اكيد طبعا. واكيد دراستك في الازهر برضه توجت حفظ القران الكريم، واكيد يعني نمت الموهبه بشكل او باخر. طبعا. كان في بقى دور للانشطه المدرسيه او في الازهر بالتحديد، يعني مثلا تروح مسابقات، تطلع مثلا في الاذاعه المدرسيه. كنت بطلع في الاذاعه المدرسيه، وكنت بدخل مسابقه الخطابه برضو، كنت بدخل مسابقه القران الكريم. وكان لي نشاطات يعني كثيره يعني في المعاهد الازهريه. طيب خلينا بقى نستهل الفقره ديت بتلاوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. هنقرا ان شاء الله. هنقرأ إن شاء الله من آخر سورة الحشر. ماشي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قارئ أحمد جمال، بشكرك شكرا جزيلا، يعني أسعدتنا وأمتعتنا ونورتنا في برنامج نغم الروح. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. بشكر طبعا كل فريق العمل، بقيادة المخرج المحترم جدا محمد عزت، ورئيس تحرير نورة كرم، وبشكر حضراتكم لحسن وطيب المتابعة. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أرق تحياتي، محمد عبد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.